لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية. البداية بكرة القدم النسائية، بينتمي اليوم الأربعاء الكشف عن قائمة لاعبات المنتخب التونسي لكرة القدم سيدات اللي باش يشاركوا في كان المغرب في جويلية 2022. نعطيكم فيما يلي تشكيلة المنتخب: سليم الجبراني، نجلة الحراثي، نسرين الزنزي، شيماء العباسي، آيه القزاحي، ذكرى محفوظ، ياسمين البرهومي، غادة العيادي، سامية العوني، رانيا عوينة، ياسمين العلاقي، سمية العميري، شيرين اللمطي، إيمان مشارة، آلي الكعباشي، ياسمين الجماعي، صابرين مماي، إيمان الترودي، هاني الحامدي، ابتسام بن محمد، ليلى مقنون، مريم حويج، وصابرين اللوزية. نذكركم أن سمي الأندلسي هو مدرب لمنتخب السيدات. من كرة القدم النسائية نمشي بكم للرجالية، وتحديدا النادي الرياضي صفاقسي، وين أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات المكتب التنفيذي لهيكل سويس النادي الرياضي صفاقسي ورود قائمة وحيدة لانتخابات المكتب التنفيذي للهيئة. تم قبول القائمة المترشحة لانتخابات المكتب التنفيذي للفترة الممتدة 2022-2024 برئاسة مهدي عبد المولى. نمشي بكم لنجم المتلاوي، وأوضحت الهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة في بلاغ لها أمس بأن فريقها من منطقة احترام الميثاق الرياضي والهيكل المشرفة على كرة القدم قبل بإجراء مباراة فاصلة ضد نجم المتلاوي لتحديد الفريق الرابع والأخير النازل إلى الرابطة الثانية. كان أكد البيان أن منافسه نجم المتلاوي رفض ذلك، مشيرا إلى أن لاعبيه رفضوا استئناف التمارين تبعا لظروف الفريق الداخلية، وهو مدفع نجم المتلاوي بحسب بيان هيئة الأمل إلى اعتماد أساليب غير رياضية غايتها الضغط بالاعتماد على ورقة السلم الاجتماعي وفيما يلي نص البيان. بداية، دأبت جمعية الأمل الرياضي بحمام سوسة دائما على احترام الميثاق الرياضي ومختلف القوانين المنظمة للعبة مع تمسكها بجميع حقوقها في إطار من المسؤولية وحسب الأطر القانونية المتاحة. جاء كذلك أنهم فوجئوا بالموقف الغريب للنجم الرياضي بالمتلوي من خلال مطالبته بإدانة وإنزال جمعية الأمل الرياضي بحمام سوسة إلى جانب الترجي الجرجيشتي إلى القسم الأسفل. والحالة أكبر مستفيد من قرار لجنة التأديب هو فريق نجم المتلوي من خلال إسناده فرصة لعب مقابلة فاصلة للبقاء صلب الرابطة المحترفة الأولى. نغير الاختصاص من كرة القدم ونحكي لكم تنس، وين ينتظر ومش ترتقي وزيرة السعادة أنس جابر إلى المركز الثاني عالميا للمرة الأولى في تاريخها في التصنيف العالمي الجديد اللي بش يصدر يوم الاثنين القادم. كانت قدمت البطلة التونسية في التصنيف العالمي الفارت للمركز الثالث بعد فوزها بدورة برلين وخيرة عدم خوض دورة إستبرن في الفردي، واستفادت من انسحاب كلم الإسبانية باولا بادوزا الثانية عالميا واليونانية ماريا ساكاراي الرابعة في الدور الـ16 من دورة إستبرن في إنجلترا. نذكركم أنس جابر ترشحت أمس رفقة النجمة سيلينا غوميز لربع نهائي مسابقة الزوجي في دوري إستبرن، حيث باش يواجهوا اليابانية إيوما والتايوانية هاو تشونغ اليوم الأربعاء بداية من الخمسة غير ترجينا. كيف العادة نختم لكم نشرتنا الرياضية بمعلومة صحية تساهم الرياضة في تقليل فرص الإصابة ببعض الأمراض، خاصة الأمراض التنكسية والحركية. هذا كل معنا من أخبار رياضية أجمل، تحية مريم منصوري، بقيت متابعة طيبة لبرامج الحياة FM. دمتم في أمان الله. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM.